الثلاثاء إن شاء الله في عنا جديد في صدى الملاعب، حيكون عنا نجم فني رياضي شخصية مشهورة، أي حد له بصمة في هذا المجتمع. ضيف البرنامج اللي راح يكون أول ضيف لنا معنا في البرنامج، تليفونك فايبريش أنت ولا هو؟ لا أنا، لأنه على الهواء نحن. سايلنت أنت بعد، وين رايب؟ وين قايم؟ طب أقعد خلاص، وين قايم؟ أقعد يا ابن الحلال، حسب لاعب بيغير. أقعد يا ابن الحلال. إيه ضيفنا يوم الثلاثاء نجم صاعد بقوة، بقوة الصاروخ حيا، معتصم النهار، وراح يكون معه مفاجأة. تغيرنا جميعا، لم نعد أولئك الحالمين في شوارع سامارا. اللي صار بيناتنا ما بيحمل حكي أبدا. كان بدي أقول لك شي تاني. طيب عم نسمع. مني بحبك وأنا بحبك. إذن معتصم النهار إن شاء الله ضيف يا والله وسيم، على أنها الحين مع الفلتر كل النسيم وسيم. هذا بدون فلتر وسيم. بدون فلتر؟ اي نعم. عز الله انه وسيم. نعم. مو بعيد مني.